السلام عليكم محبي ومتابعي كرمه الله يحفظكم الله يخلي درجين عمر حبابكم اليوم في هذا الفيديو الحصري ومباشره من مدينه مراكش وبالضبط حي الحميد. جينا عند خونا الحاج عبد الكبير المشهور والمعروف هنا بالطناجي، يعني جينا هنا مزاره الحباب، هو معروف مزاره الاحباب، وغادي يقد لنا واحد الطنجيه مراكشيه بنت الرماد على طريقته الخاصه، وتبعوا معايا الفيديو وما تزابيوش الاخوان. السلام عليكم سيدي الحاج. مرحبا بسيدي مصطفى. الله كريم. الله يحفظك ليا. بارك الله فيك. عطيبة هذه. بتي الغريبة. واه. منقي. الله يحفظك الله من رحمته. الله يحفظك. تقريبا من العيد الكبير. من العيد الكبير ديال يأكلوا في سواد. ويمشي في سواد. ايه. يا شتي هذاك فينا هو ذاك الثمن دروك. الثمن اخر دروك. مالي الشلحة حواش يضني هذا. الله يحفظك ليا. صافي اليوم نصابوا واحد الطنجيه لشي حباب راه غاليين بزاف، شي ناس ما عندنا ما نقولوا ويستاهلوا، ودرنا لهم واحد المليج مع كرات العجولي. حاجه معروف عليا انايا، انا ما تنشري مامات العجل ولا جدان الحجره معروف. الله يحفظك ليا. انا نعم سيدي. نعم سيدي انا سيدي انا هاك 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 شلخ 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 ليا. انا سيدي انا سيدي انا راه ما كاين حاجه. واحد السؤال، علاش الناس يبغوا يجيبوا المنجع؟ علاش هو السبب؟ دابا المنجع فيه السر، سبحان الله العظيم عطاه الله ذاك السر ديال هذيك الطنجيه هو اللي كيصرعها. لان الحاجه دابا المكونات غادي يمشيو دقه دقه. مرحبا نعم سيدي. واش المنجع تيكون نص الثمن ولا زيد شي شويه الثمن؟ حنا نعم سيدي ولا بد تيكون زايد، ولكن حنا الاحباب والصحاب في هذا الغلا كنحسبوه ثمن واحد بحال بحال. واه اللي جايب غير الملج. يعني شحال وصل دابا اللحم حاليا؟ 110 دراهم. 110 درهم. 110. وبالنسبه اللي بغى الطنجيه بشحال تطيبها؟ على حسب القويمه، تيخلص القويمه وتيخلص الطنجيه واني معانا. واه الشيء اللي كاين. ومرحبا. واش الشقفه بنت الرماد؟ واه 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 واه. واخا الحاج عندنا هنا من كيلو. هذه 4 كيلو. 4 كيلو ديال المليج. ديال المليج. واه واش يكون معاه ان شاء الله؟ من نديرو معاه. واه. هذه زويته زويته جوج وقيات هادو. هذه زويته بلديه من اكادير بوعشيبه، وفي هذه المناسبه كنقول للاخ حدوش الحاج حدوش الله يجازيه بخير تيكرمنا بهذا الزيت الله يحفظه، واللي بغى شي حاجه الزيت يجي مرحبا به. مرحبا. الله يحفظك نعمس. وشنو خذ الثومه؟ هذه قال لي دير الثومه وما تجيني حتى اللحومه نعمس زيتي. وما ديال لا اللحلومه. وهذا السمن نعمس. هذا المسير نعمس. مسير الحي. واه شوف 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 شوف. ماشي القشماني راه العسل هذاك نعمس. هذا قلتي لي الحاج، هذا انت قلتي تيه فيديك. والله العالي العظيم الا صوبته الوالده بطريقه بلديه. الشجر ديالها شات الشجر ديالها. ديال الحم نعمس. لا ديال الويدان. ديال الويدان. الويدان ما عندنا ما نقولوا. وهذه الكمون البلديه. وهذا الله يجازيه بخير واحد السيد نسيبي. وقت المراه هو اللي تيجيبوا لي ديك الساعه. الله يجازيه بخير حتى هو يدي حبط الاجر. الله يعمر راسها. الله يعمر السي عبد الرحمن. هذا كمون بلدي من الرشيديه. والله الا من الرشيديه بالله. تحيه للناس اي طلبي. الله عمر هذا. والله العالي العظيم الا الله فيا بهذ الكمومينه من تما بلديه. والزعفران زغبه. وكوك اسي كوك. جات ثاني ويليام. واه. واه لا حكيتي مع الماء الطيب باش يطلق على. علاش درناه باش يطلق على خاطرو ويطلق لنا هذا اللوين هذا هو. انا سيدي. شتي كي داير نعمس. والسمن المذوب. هذا السمن المذوب انت كتشوف نعمس ياسمينه مذوبه على حقها وطريقها. وهذه واحد خليطه، هذه الخليطه ديالي انا خاصه، هذه كنصاوبها انا. انا الصراحه طلعت ديتها عندك الحاج. لا ما كاينش اللي ديتها عندي شو تصنت ليها. عند الحاج انا كنطيب بها دابا. ما كاينش اللي طيب بها الطاجين تصنت، ما كاينش هذه اللي طيب بها الطاجين وما يجي عندي يقول لك عطيناها لي الله يرحم الوالدين. ما كاين هضره. ديرها الناس عرفتوا الكفته بالقوم تدير لهم هذه. ايوا كاينه تاع ديك الكفته بوحدها، هذه خاصه قلت لك ديال المنصب، تاع ديك الكفته بوحدها. هادي بالنصيب ديال الطنجيه. والشقفه. ايه ولا بد. واه واه واه. كيفاش نفهموا؟ هانا نعم. دابا راه كاين الطنجي، كاين الطنجيه اللي الحقيقيه والمصلوحيه. دابا هادي راه. هادي والله الا مصلوحيه 100%. اخوان اللي بغيتي راه كاين الطنجي تيتباع موجود، وراه كاين الثمن تيبدا من هادو هادو. عاد الطنجيه الكبيره دايره 60 درهم. 60 درهم. كبيرة. والله يجزيكم بخير، حاول تقدم الطنجية المصلوحية، والأصل ديال الطنجية هو طنجية. أمصلا. واش يبان لي نشرحوا في العمل؟ يلا على بركة الله. الطنجية الأولى درنا المسيرة من الفوق. أيوه. دابا الطنجية بينا نديروا لها واحد اللعيبة أخرى. طريقة أخرى هذه. بينا ندهنوا المسيرة المليج.
ولا مصير، وبغينا نحيدوا العلف، العلف حيدوا على المصير باش ما تخليو باش باش ما يطلق المروره. وعليكم السلام سيدي عبد الله، هو ولا الحشد ايه ولا بد باش يكالي. تحيه الاخ الحاج عبد الرحيم، تحيه للحاج عبد الرحيم، وتحيه للاخوان كلهما، الله يجازيهم بخير. انا نعم سيدي الاخوان اللي بغى الحماة جات هنا في المحامي الحاج عبد الكبير. مرحبا السيد هذا يجيب المليح. تبارك الله، انا ديما تنتلاقى مع الاربعاء السوق ديال الاربعاء اللي هو غني على التعريف، وراه معروف سوق الاربعاء الحمد لله راه معروفين. تحيه للقرني، تحيه للقرني من هذا المنبر، تحيه للحاج عادل والحاج عبد العزيز خوه، وتحيه للحاج مبارك الناس ديال القلعه. ايه تحيه للحاج مبارك والاخ عادل بزاف، وعبد العزيز الله يعم راسه، والاخوان كلهم اللي تنعرفوه واللي ما تنعرفوه، تحيه نضاليه كلهم نامس. الزره ديال المغرب كاملين. تحيه للاخوان الكزاره، خوتنا الكزاره، خوتنا الله يعمرها دار. صبروا شويه الغلا شي شويه راه غادي يفرج الله. غادي يخرج عندي تقدم، علاش اللحم غالي اخو الحاج؟ غالي حنت قليله. وراه ديجا وديجا راه كنا هضرنا في هذه المساله هذه. دخلت شي اسيدي الا دخلت عام عام على برا، الا دخلت نعم صافي تدخلي عند الناس الاخرين ماشي عندنا حنا. تقريبا قول الحاج عاد تيفاد 4 كيلو ديال المصيره جوج. درنا فيهم جوج، وحده محيد لها القلب وحده ما محيد لها القلب. ضروري من القلب. ايه ولا بد. كاين بعض الاوقات خاصك تحط القلب. لا 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 ولا بد. راه الا بغيتي تقضي الغرض السي مصطفى خاصك ديما تتوازن هكا وهكا. فهمتيني ولا بد. الا بغيتي تقضي الغرض. هذا نعم. ما درنا. غادي نديروا التخليطه دابا، غادي نعاودوا التخليطه. تقريبا شي معلقه ولا جوج. شي معلقه كبيره. غادي نديرو كي قلنا لكم الكمون البلدي نعامس. انا ستي انا سيدي عبد الرحيم الكمون البلدي هذا الله يلعالي. معلقه تقريبا بحال معلقه صغيره باش يطلق البنة ديالو. غادي الثومه نعامس نديروها كامله تقريبا شي جوج ريوس بحال هكاك. هذا كي قلنا قبيله نعامس شنو هو؟ الزفران. ديال تاليوين داك اللي قال لي في داك الفيديو الاولاني قال لك ما عرفنا داك الزفران كيداير. انا نعامس ها والله يجازيه بخير حتى هو من هذا المنبر الله يكرم له. واه بلدي واه الزفران راه دوا الحاج ياك وكوك. هذه الزويته حتى هي نعامس. انا 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 جوج وقيات كيف العاده. الله اخيت تخسيت. واه 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 بسم الله المدهون هذا ديما هذا دابا السر ديالو شنو هو؟ السر ديالو تيخطر هذيك المريقه المريقه تيخطرها ما هو السر ديالو. كيرضى نعمس زي خطره ونقعده. انا شوف الحاج تبارك الله اللي مليح. لا لا من طبيعه الحال اخي اختي من القصبه نعمس هذا من القصبه. من القصبه نعمس ها هو سولو والله الا من القصبه جايب الله كاع انا خاصني الكزاره. ولكن قال لك اللي ما جابته المحبه ما تجيبوش الحزاره. المليح المليح والجنه الصافي الله يحفظك ليا. واش بقى صعيبه بقى تحريك المعلومه الله يحفظك. دابا هنايا بحال الدري الصغير الله يحفظك. دابا بعض المرات تكون شي طنجيه مشقوقه تكون شي حاجه على الاقل ملي كدير هذا الكلاج ما هي الطنجيه كتشد هكا ودير هكا تخاف راه يرتاح. ولكن نشدوها حنا من هنا ونحركوا هي بحال الدري الصغير. ايه دراري هنا هنا سيت طيبه الحال. واه طيبه من الفرنات شاتي حتى مره هكا مره هكا مره هكا مره هكا. ويا الحاج شحال الهاتف ديالك؟ راه عندك نعامس الهاتف 06 الله يحفظك 06 61 81 50 02. ومرحبا ومرحبا للجميع. تحيه للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن وفي داخل الوطن. الله ينصر سيدي ويطول لي في العمر. ومرحبا والسلام عليكم ورحمه الله. من بعد ان شاء الله غادي اللهم امين واحمي بلدك الميت. اللهم صل على سيدنا محمد. نقول ذكر للاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. الله يدير الخير ويحفظك. السلام عليكم. يلا.